للمزيد تنضم إلي عبر الهاتف سعادة السيدة زينب سلمان العويناتي، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. أرحب بك أستاذة زينب في نشرة أخبار الثالثة. إذن بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، ما هي أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين؟ المسا عليكم وعلى جميع المشاهدين بالخير، ونشكر اهتمامكم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ونبين بأن في ظل توجيهات الحكومة الموقرة للاهتمام برعاية ودع فئة كبار المواطنين عبر تسخير كافة السبل لتعزيز جودة حياتهم، فإن مملكة البحرين تتبنى استراتيجيات شاملة، بما في ذلك قيام الوزارة بتحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن وخطتها التنفيذية لتشمل جميع المجالات المعنية بهذه الفئة. كما أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم عدداً من الخدمات الرعائية والمعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية والمادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في ظل منظومة متكاملة من الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية ضمن إطار الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة، إضافة إلى خدمة التخفيضات والتسهيلات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، واللي بلغ عدد الجهات الداعمة للخدمة 53 جهة من القطاعين حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام 2024، والعمل جاري لزيادة عدد هذه الجهات الداعمة. كذلك الوزارة تجري دراسات بحثية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية من خلال إعداد الدراسات المسحية المتعلقة بكبار المواطنين، تهدف إلى إيجاد حلول لتحدياتهم. نعم أستاذة زينب، يعني ذكر سعادة الوزير في الخبر السابق المؤسسات النهارية للوالدين، كيف تقدم هذه المؤسسات يعني رعاية ودور مهم لهذه الفئة من المواطنين؟ نعم، مؤسسات رعاية الوالدين النهارية طبعا هي كائنة وسط الأحياء السكنية، يبلغ عددها 13 مؤسسة موزعة في جميع محافظات مملكة البحرين، حيث تقوم باحتضان كبار المواطنين خلال الفترة النهارية وتقدم لهم مختلف الخدمات التثقيفية والتأهيلية الخاصة بتحسين جودة حياتهم، ويبلغ عدد المنتسبين فيها أكثر من 2000 منتسب من الرجال والنساء، تدار طبعا مثل ما صرح سعادة الوزير من قبل منظمات المجتمع المدني ضمن برنامج الشراكة المجتمعية الفاعلة. هذه المؤسسات تسعى لتوفير الرعاية الشاملة وتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع، إلى جانب وجود العديد من البرامج والخدمات المقدمة لهم والهادفة إلى تحسين جودة حياتهم. نعم سعادة السيدة زينب سلمان العويناتي، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، كل الشكر لك على هذه المداخلة.